هم مجموعة من الشباب استهوتهم الطبيعة بجمالها، إلى جانب تربية وركوب الخيول. يعكفون كل أسبوع على تنظيم خرجات ميدانية أو بما يسمى الخلوة. فبعيدا عن ضوضاء جائحة كورونا، اختار حسان ورفقاه قضاء يومهم بأعالي جبال أجرجور بمنطقة ثيطوين، فهنا لا حدود لجمال الطبيعة. رانا في المنطقة اللي هنا في منطقة الوراس في جبل قرقور. احنا الفرقة تاعنا هنا معروفة، ديما ندير نتخلاوها كم كل 15 يوم كل 20 يوم نتخلاو، ساعة نجيب بالدراجات النارية، ساعة نجيب بالخيول، ساعة نجيب مشي لي روندوني، نعرضوا الأحباب نعرضوا الأصدقاء. ونخرجوا هنا نديروا فيها جولة في الجبل، نتبعدوا على كما نقولوا احنا من الجائحة هذه تاع الكورونا، الله يبعدها علينا. وعندنا كل سمانة نديروا رحلة للجبل هكا، ساعة يومين ساعة 3 أيام، ويجيونا الحباب. بعد أخذ قسط من الراحة وربط الخيول بأماكنها، لا بأس بتحضير جلسة شواء. لكل واحد منهم مهمته الخاصة، فشيء اللحم هنا ألوان وفنون. شكترا عايزة شنو نرقد ذايا، هاش كترا عايزة نرقد المشوي، القهوة سيدي برحمة الوالدين، البطاطا يرش منها التايا، البصلو يلا هذا ماذا كل شيء لا ان شاء الله، ونقصرها ما تومات ان شاء الله، ونزها ونحكم لي سوفونير باش انا يا خويا بربي ان شاء الله ربات يدوم من شذاني طلبك. جمال المكان بهذه المناطق لا يحتاج الى تعليق، فالراغب بالاستمتاع بها ما عليه سوى حز امتعته، فالخلوه هنا لا تقدر باي ثمن.